أهلا بحضراتكم. زوجة من باريس، ده فيلم كوميدي اتعمل سنة 1966 وكان بطولة رشدي أباظة ونبيل عبيد وصلاح ذو الفقار وفؤاد المهندس. الفيلم ده اتعمل بأوامر مباشرة من الرئيس جمال عبد الناصر بعد إنشاء هيئة تعمير الصحارى. المخرج عاطف سالم اختار الكوميديا علشان يمرر من خلالها أهمية تعمير الصحراء والتخديم كمان على توجه الدولة المصرية في زراعة الواحات وتحويلها لمجتمعات سكانية منتجة. نبيل عبيد عمل الدور سامية الباحثة في الشؤون الاجتماعية واللي وصلت الواحة الصحراوية اللي بتبعد عن القاهرة حوالي 700 كيلومتر علشان تغير من وضع المرأة ونظرة المجتمع ليها. كان وصولها نقطة تحول في مفارقات كوميدية بين أهالي الواحات الخارجة وأبطال الفيلم. في التوقيت ده نفسه كان المعمار الكبير الدكتور حسن فتحي شغال على مشروع تاني خالص، بيوت لها طابع مصري خالص تقدر تقلل درجة الحرارة العالية في الصحراء، والفكرة دي كانت بتخدم على مشروع مهم جدا لهيئة تعمير الصحراء اللي اكتشفت سنة 1963 بير مية ضخم ميته بتكفي لألف فدان. بيوت حسن فتحي العبقرية قدرت فعلا تقلل درجة الحرارة في المناطق دي. مش بس كده، ده الراجل قدم فكرة لتخزين المنتجات الزراعية من خلال وضع المخازن تحت الأرض وتصميم مبتكر لملائف الهواء بحيث انها تدور في اتجاه معين فتقلل جدا درجة الحرارة وتزود سرعة الرياح. لكن للأسف المشروع ده وقف سنة 67 بسبب الحرب. النهاردة بقى اسمع مني، واحد باريس رجع التاني للاهتمام الرسمي، والسبب حاجتين: أول حاجة يمكن الصدفة أو القدر هو كان السبب فيها، والتانية تخطيط ومستقبل مشرق بينتظر أهالي باريس وواحد الخارجة كلها. بس قبل ما أقول لحضراتكم إيه اللي حصل في المنطقة دي، تعال الأول نعرف مع بعض هي اسمها باريس ليه. باريس اللي بتتبع محافظة الوادي الجديد مليانة معابد أثرية وبتزرع البلح والقمح والشعير والذرة والبصل والطماطم والزيتون، كمان بتزرع خضروات وفواكه كتيرة جدا، ومنتشر فيها أبراج الحمام والإنتاج الحيواني وتربية الطيور وبعض صناعات السجاد. كانت مدينة مهمة جدا عند جدودنا القدماء المصريين، اسمها الأصلي أريس، والاسم اتحرف بعد كده وبقى باريس. في القرن الـ18 كانت واحة باريس بوابة مصر الجنوبية لعبور القوافل القادمة عن طريق درب الـ40 من دارفور في السودان، واللي شايلة بضايع رايحة سوق جمالية في القاهرة. نرجع بقى لواحة باريس النهاردة. الواحة ظهر فيها بحيرة مية عذبة كبيرة جدا، مساحتها 450 كيلومتر وطولها 30 كيلومتر، عرضها 15 كيلومتر، وفيها 27 مليار متر مكعب من المية، وظهر فيها كمان أسماك. طيب المية دي كلها جت منين في وسط الصحراء دي؟ هقولك. الخبراء قالوا إن المية دي ما ظهرتش فجأة ولا حاجة، دي بقالها سنين بتتكون من المية اللي بتتسرب من مفيد توشكا وجاية من بحيرة ناصر المتفرعة من نهر النيل من خلال ممرات أرضية. البحيرة الضخمة دي اتعمل منها شاطئ ومصيف، وأهالي الواحات صيفوا كمان فيها السنة دي، وفعلا بقى فيها مشروعات سياحية واستثمارية هايلة زي شاليهات وكافيتريات وخدمات للمصطفين، وبقى شاطئ مفيد باريس أول مصيف في قلب جنوب الصحراء الغربية بمحافظة الوادي الجديد. المحافظة كمان عملت مشروع كبير اسمه انتج وصدر، وبدأت تزرع شجر اسمه الجوجوبا على مساحة 50,000 فدان، والتجربة نجحت جدا وبقى شجر الجوجوبا أول شجر يتزرع هناك، أو هتبقى باريس بمركز إقليمي عالمي لشجيرات الجوجوبا. طيب إيه بقى هي شجرة الجوجوبا دي وبتعمل إيه؟ هقول لحضراتكم. الشجرة دي بتعيش في الظروف المناخية الحارة وبيتعمل من الثمر بتاعها زيت بيستخدم كوقود للطائرات، ده غير فوائده في مجال الطب والصيدلة واستخدامه كمان في إنتاج مبيدات زراعية طبيعية. واسمع مني، واحة باريس هترجع بوابة مهمة جدا للتصدير، وهتبقى الحياة فيها حلم من أحلام الشباب المصري. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. استنوني وحكاية جديدة من حكاية برنامج اسمع مني. بشكر حضراتكم، داليا الخطي. هيبقى في أفراح كتيرة في كل حتة في عمار، شعب شغال للنهار، يلا سمي يلا نمي فوق في الحديد، لا ما عندناش حاجة مستحيل.